الله وبركاته، معكم صديقكم محمد، وطبعا مقطع جديد. اليوم جبت لكم الالغاز الصعبه، طبعا اكيد اللي هيحلها هيبقى اذكى واحد طبعا شاف الفيديو. طبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، طبعا انتوا طبعا فرحتوني بسبسكرايب كتير طبعا عشان دي بدايه القناه، واللايك والفلوس. المهم بقى دلوقتي مش هاخر عليكم، يلا نبدا بالفيديو. طبعا زي ما انتوا شايفين الفيديو من قناة كاريزما، لو ناس كتير هتعرفوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات، عشان طبعا بسمعها كتير خالص. وقلت احط لكم الفيديو ده ما سمعتوش قبل كده، طبعا انا طبعا اللي حطيته، بس بعد كده بقى اكتبوا لي على الانستجرام، سبت لكم الواحد رابط في الوصف في الفيديوهات، خشوا على القناة وهتلاقوه، وهسيبه لكم هنا برضو، هسيبه لكم في كل الفيديوهات عشان اللي ينسى واللي يشوف. ودلوقتي يلا قبل البداية نبدأ معايا يا صديقي. يلا طبعا اول فيديو بيقول لسه، انت تملك 5 اطفال ولكن انت تضم سويا بداخل السيارة، لكن هناك مشكلة، فأحمد ومحمد توأمان لكنهما يكرهان بعض جدا. ازاي بيكرهوا بعض؟ مش عارف، دي ألغاز مش حقيقة طبعا. وأيضا سارة وسما توأمان ولكنهما يكرهان بعض جدا. لكن صلاح يحب الجميع والجميع يحبه. ماشي معايا 15 ثانية صح؟ أكيد عشان أنا شوفت فيديوهات كتير بس مش فاهمة. أنا لقيت الحل، حل سهل خالص وهقولكوا في آخر ثانية. طبعا الحل هو هتحطه هو جنبها وهو جنبها وصلاح في النص، هو ده الحل طبعا. يا رب يكون صح يا رب. ايوه زي ما قلت، شفتوا الحل؟ تحطوا كده وكده، كل واحد عكس التاني. يلا رقم 2 طبعا اول واحد جبته، قولي لي تحت في الكومنتات عملتوا ايه. طبعا اول واحد طبعا جبته، ان شاء الله هجيب التاني. اسم هذا الموقع ايه؟ بلس ده اظن عرفته. امري ايه؟ فيسبوك؟ لا غلط، من تاني واحدة. السؤال رقم 3، اسم هذا البرنامج عرفته. ساهل الله علي. الله طبعا التالت جبته صح يا رب. الرابع بسهل، ما اسم الرقم المفروض؟ 4. عرفت الإجابة، عرفت في 3 ثواني. إن شاء الله صح. إيه كيف يا يا أيوه، كيف كيف بنقص فيها؟ فعلا كان صعب شوي. طبعا انا غلطت في 3 وجايب 1. سهلة، عرفتها عرفتها يا جماعة، اللي يعرف دي يقول لي تحت في الكومنتات عشان دي صعبة 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 فعلا. جبتها قبل كده بس مردتش اكمل. الحمد لله صح، الحمد لله صح. 4.
خمس ألغاز فأنت خالق، وإذا جبت على أربع ألغاز فأنت خالق، وإذا جبت على ثلاث ألغاز فأنت ذكي. لغز فأنت متوسط الذكاء، لغز واحد فأنت ضعيف الذكاء. طبعا وصلنا لنهاية المقطع، أكيد المقطع عجبكم، طبعا كان شرف لي أن أنا أعمل فيديو كده، إن شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية طبعا هتحبوها، وسلام عليكم.